رحب بحضراتكم مرة تانية، ويمكن الفقرة دي هنقول عليها فقرة خاصة جدا، فقرة فنية أهلوية رياضية. العالم كله هتلاقي فيه بعض كل دولة كده بتعمل تماثيل لأبرز الشخصيات المعروفة عندها، أو مثلا أبرز النجوم أو أبرز السياسيين. إحنا عندنا هنا لو هنتكلم عن الرياضة تحديدا هتلاقي تماثيل لعديد من نجوم الكرة في العالم زي رونالدو وإبراهيموفيتش ومارادونا. لكن لو هنتكلم في مصر بقى، يعني عن الرياضة إحنا قلنا بره في تماثيل كتيرة جدا للعيبة عالميين، لكن في مصر إحنا ما عندناش الظاهرة دي أبدا غير في النادي الأهلي. تمثال صالح سليم اللي موجود في أهلي الجزيرة، وطبعا نصر الأهلي إلا على كل بوابات النادي. هنتكلم عن الفقرة دي تحديدا عن لاعبي ازاي نخلد لاعبي الكرة بصناعة التماثيل، وتفاصيل كتيرة جدا عايزين نعرفها أيضا مع ضيفنا الفنان عصام درويش صانع تمثال صالح سليم ونصر الأهلي. يا صباح الخير على حضرتك. صباح النور. أهلا بيك يا فندم. منور الدنيا يا أستاذ عصام، سعداء لوجود حضرتك معانا. وأنت عملت حاجة الحقيقة، يعني أنت اخترت قيمتين كبيرتين واخترت رمزين عشاقهم بالملايين، فعايزين نعرف من حضرتك ملابسات صناعتك لتمثال صالح سليم المايسترو وكمان نصر النادي الاهلي. الحقيقه انا محظوظ، كنت محظوظ جدا يعني ان عملت اثنين ايقونه من ايقونات النادي الاهلي الجبارين، يعني صحيح اللي هو كابتن صالح سليم ونصر النادي الاهلي. لكن بحب اوجه التحيه لمجلس الاداره واحترافيتهم في طريقه عرض المشاريع واختيارهم، لأن كان تمثال صالح سليم ده أول ما تعرض، الكلام ده كان في 2004، فعملوا زي مسابقة عرض، يعني سألوا واختاروا 15 نحات من مصر وعرضوا عليهم المشروع. لما تعرض المشروع عملنا سكتشات وأفكار، اختاروا من ال 15 ثلاثة، ولما نجحوا الثلاثة طلبوا مننا نعمل ماكتات، عملنا احنا الثلاثة ماكتات. كان ليا الحظ ان انا انفذ المشروع، يعني فشكل احترافي محترم ازاي اعمل عمل واطلع نتيجه الى حد ما ناجحه. فدي من الاعمال اللي انا كنت بعتز بيها، الاعمال الجماهيريه او العمل الجماهيري اعمله، وكان يجي في صالح سليم والنادي الاهلي، كانت حاجه عظيمه جدا، يعني من الحاجات اللي مبسوط بيها جدا. بعدها نصر النادي الاهلي فقدنا التواصل، لان كان مر وقت طويل. وبوجه التحيه هي للاداره الهندسيه المخلصه جدا، يعني حاولوا يبحثوا عني، فضلوا حوالي 6 شهور في حاله بحث مستمر لغايه ما وصلنا لبعض وبدانا المشروع برضو. وكانوا حريصين جدا برضو ان هم ينفذوه احسن حاجه، مفيش توفير، مفيش تنازل، افضل خامات بالزبط. يعني عايزين نطلع في الاخر شكل فعلا يليق. عملنا حاجات تعيش فوريفر، يعني نرميها في البحر مش هيحصل لها حاجه، فبقت موجوده مدى الحياه، وبحمد ربنا انها كان رد فعلها ايجابي مع الناس، فالحمد لله كويس. طيب استاذ عصام، خليني اقول لحضرتك برضو، يعني او يعني اتناقش معاك في الانترو اللي انا كنت بتكلم فيه، وهذه النقطه ان في الخارج فعلا هم مهتمين ان هم يبقى عندهم تماثيل لرموز كبيره، سواء لعيبه او حتى سياسيين او فنانين او غيره. احنا هنا زي ما انا ذكرت، احنا النادي الاهلي فقط هو اللي عنده هذه الميزه، وهو المركز او مهتم ان هو يخلد رموزه بشكل يعني محترم. فهل حضرتك شايف نقدر نقول دي مثلا البدايه، واولا السبب ايه، والتاني حاجه هل دي البدايه نقدر بعد كده كمان ان احنا نكررها مره تانية مع رموز، يعني رموز عظيمه عندنا؟ والله احنا الرموز عندنا كتير كتيره جدا، بس برضو ده النادي الاهلي طبعا، يعني هو دايما سباق في الحاجات دي. اختيار المكان مهم، فانت جوه القاهره عشان تلاقي مكان تحط فيه تمثال صعب، يعني حتى لو تمثال عظيم وتحط وسط عشوائيات او مكان مش مناسب يبقى مصيبه سودة. لا طبعا. فاحنا حتى لما كنا بنختار مكان لتمثال للكابتن صالح سليم، كان الاول الافتراضي الاولاني قدام بوابه النادي الاهلي الخلفيه في ميدان بتاع مستشفى المعلمين. في محاولات حصلت كتيره جدا حوالي 3 سنين عشان يتحط في المكان، بس كان في مشاكل. بعد كده قعدنا نفكر نحطه فين جوه النادي، فكان مكان عبقري جبار، كان ساعتها المهندس هشام سعيد هو رئيس الإدارة الهندسية باختياره ومع المهندس سامح، حسينا ان المثلث محطوط فيه تمثال معمول علشان التمثال، مع اننا ما كناش بنفكر فيه خالص،
حطينا كأنه مكانه. احنا يمكن معانا الصور اهي. سكن في المكان بشكل اللي انا اتوقعه، فبقى احسن مكان يتحط بره. فده مكان يعني انا لما بشوف التمثال دلوقتي ما بشوفوش لوحده، انا بشوف اللاندسكيب اللي حواليه. طبعا لو اللاندسكيب ده قليل او مشوه باظ الشغل. بس فاحنا لما نختار مكان كويس اكيد هيتحط فيه تمثال كويس. طب انا برضو عايز اسال حضرتك على يعني ملابسات الصناعه نفسها، بتاخد منك وقت قد ايه ان انت تصنع تمثال بشكل عام؟ وطبعا يعني بشكل خاص اكيد حابين نعرف المده اللي استغرقها صناعه تمثال للمايسترو صالح سليم والنسر. وبرضو عايز اسال حضرتك على فكره ان في يعني انواع معينه او اشكال معينه من الفنون تحس ان هي مش متقدره في مصر كما ينبغي، يعني في فنون معينه واخده حقها ثالث ومثلث زي ما بيقولوا باللهجه العاميه، لكن في فنون ثانيه لا سيما النحت مثلا ما تحسش ان هو واخد حقه قوي بالذات على الصعيد الرياضي. يمكن طبعا في شخصيات سياسيه كتيره موجود لها تماثيل في محافظات مختلفه. فمبدئيا المده اللي خدت يعني استغرقها صناعه التمثال، ورايك في اللي انا بقوله فيما يتعلق بالفنون. يعني التمثال تقريبا اخد حوالي 6 شهور، بيبقى 3 شهور في النحت و3 شهور في صناعه البرونز. 6 شهور من العمل اليومي، العمل اليومي متواصل يعني لو في زنقه، فتقريبا 6 شهور. 3 شهور اشتغل انا النحت بتاعي، بعد كده يتعمل الاسطمبه يروح المسبك يتنفذ برونز.